بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير الأمثل الجزء العشرين صفحة 157 عن النبي قال: من قرأها في ليال عشر غفر الله له، ومن قرأها سائر الأيام كانت له نورا يوم القيامة. وفي حديث آخر كذلك في فضيلة قراءة هذه السورة المباركة عن الإمام الصادق قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي عليهما السلام. سورة الفجر سورة الحسين. الآن لماذا سميت سورة الفجر بسورة الحسين؟ يقول: يمكن ذلك بلحاظ أن الحسين أفضل مصادق ما جاء في آخر آياتها. آخر آيات سورة الفجر ما هو؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبرز مصداق لهذه النفس المطمئنة الحسين بن علي عليهما السلام صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء في تفسير والفجر وليال عشر، يقول هذه الليالي العشر، بعضهم قال عشرة محرم، بعضهم قال عشرة ذي الحجة الأولى، بعضهم قال عشرة الأواخر من شهر رمضان حيث كان النبي يعتكف فيها، وبعضهم قال العشرة الأولى من شهر رمضان. إذن الوجه الأول، وكما عبر تفسير الأمثال قال يمكن ذلك، يمكن بلحاظ أنه أفضل مصادق ما جاء في آخر آياتها هو الحسين بن علي عليهما السلام. وانت تقرأ في زيارة أمين الله: اللهم اجعل نفسي شنو؟ مطمئنة بقدرك، اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم يقول تفسير الأمثل: أو قد يكون ذلك بلحاظ ليال عاشر المقسوم بها في أول السورة. فبعضهم قال هذه الليالي العشر هي ليالي محرم الحرام وهي مرتبطة بالحسين عشرة محرم، فلذلك سميت السورة سورة الفجر بسورة الحسين، لأن هذه العشرة الأولى من محرم أيام مرتبطة ومتعلقة بشهادة الإمام الحسين. ثم يقول صاحب تفسير الأمثل في تعليقه على فضيلة قراءة هذه السورة: وعلى أي حال فثوابها، ثواب قراءة هذه السورة، لمن تبصر في قراءتها وعمل على ضوئها. هذه السورة عن أي شيء تتحدث؟ أولا أنها تتحدث عن أقسام الله، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الله يقسم بالركعة التاسعة والعاشرة من صلاة الليل والركعة الأخيرة الوتر، الله يقسم بها. هذه الأقسام فيها تهديد للجبارين والعتاة والمجرمين بالعذاب الإلهي. ماذا كانوا يستحقون؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب، يشبه تعبير بالصب. احنا نقول شهر رجب
شهر الأصب. ليش؟ لأن الرحمة تصب فيه صبا. وهنا القرآن يعبر يقول صب عليهم، شلون عذاب أنزل الله عليهم. ثم تذكر الآيات ما حل على قوم هؤلاء المفسدين المجرمين الطغاة وما استحقوه من العذاب فجعلهم عبرة. ثم تشير الآيات إلى الامتحان الإلهي والرباني للإنسان، وتلوم هذا الإنسان على تقصيره في فعل الخيرات. وآخر ما تتحدث هذه السورة عنه هو المعاد وما سينتظر المؤمنين ذوي النفوس المطمئنة من ثواب جزيل. قلنا أبرز النفوس المطمئنة المذكورة في القرآن أي نفس؟ نفس الحسين عليه السلام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة ببركة محمد وآل محمد.